تم اعتمادها قبل ما نبدأ في المقاضاة. طبعا اليوم معنا قرار يعني شفته في الحلقات وفي البث المباشر، يعني صراحة أزعلني كثير، وهي تواجد ساعة أبل مع مجموعة من المتسابقين، وهذا الأمر ممنوع ومرفوض. لذلك الأشخاص اللي أنا لاحظت عليهم لبس هذه الساعات راح يتم استدعائهم الآن يا شباب، اللي هو شخبوط الدوسري، سلطان الأمير، فهد الشهري، أحمد الفراج، وعادل بن هيف. يعني هذا الأسماء اللي أنا لاحظتهم، وساعة هذه ممنوعة، وكل من يرتديها راح يتم الخصم عليه لأنه هذا مخالف لقوانين البرنامج، ولن أسمح أبدا بارتدائها من بعد هذه الفقرة، لأنه هذه الأشياء مثل ما ذكرنا هي أشياء ممنوعة في البرنامج. طبعا في لكل برنامج سياسة، وهذه رسالة أيضا للمتسابقين، خصص لكم شخص مسؤول عن شؤون المتسابقين، هذا الشخص ترجع له في أي شيء يخصك، ما راح أرضى أنك ترجع لأي جهة ثانية إلا هذا الشخص، لأنه هو المخول في كل الأمور، وأنتم تعرفون هذا الشيء وتم التصريح فيه لكم من قبل فريق الإعداد، وهذا الشخص المسؤول عنكم في ما يخص شؤونكم جميعا. طبعا اليوم معنا أكثر من قضية، وبإذن الله تعالى ما راح أقفل هذه الحلقة إلا بعد الانتهاء من مناقشتها جميعا بإذن الله، وأيضا الحكم فيها وإصدار القرارات اللي بإذن الله تعالى تكون عادلة. طيب حياكم الله يا شباب. الله يبقيك طول عمرك شباب. أول شيء الساعات اللي ترتدون هذه ساعات مخالفة، فالآن نشيل الساعات كلها، الآن قدامي الآن شيل الساعات. أنا ساعتي داخل. وين؟ ساعتي داخل ما لبستها اليوم. روح جبها يا عادل. على خشمي. خلاص حتى أنا ساعتي داخل بروح أجيبها. روح جبها يا فهد. وأنا ساعتي داخل بروح أجيبها. ما شاء الله كلها صارت داخل الحين. لا أنا موجودة معي. يلا وأحمد الفراج. سم روح جبها. برضو وين ساعتك؟ داخل. روح جبها روح. مسيت بالخير يا أبو سلطان. شخبوط أنت تعرف أن الساعات هذه هي مخالفة؟ شخبوط والله ما يدري، هي ما يدري انها كثرونية اللي انجاكم هنا. شخبوط يحسب فيها ممشى كل يوم، غيره ما يدري، يقولون انها تحسب الممشى. ويقولون ان الاصدار القديم هو اللي ما يجي فيها النظام الجديد، وغيره ما ادري، لكن دامها مخالفة اللي خالف ما نبي. سلامتك. طيب سلمها لفريق الاعداد، بيجيك فريق الاعداد حتى تسلمها له. لكن خلي لين يكتملون كل زملائك المتسابقين وتسلمونها مرة واحدة، أفضل من أن ناخذها منك بشكل فردي. أبشر. لكن فيها صورتي. طيب. يا أبو سلطان فيها إيش؟ فيها صورتي. أي ما يخالف. شخبوط أنت تكلمت عن المقدمين وعن الرادار على وجه الخصوص. أي بكلام لا يليق عندما أسلم. تحدثت بكلامك أنه هذا حديث اللي بعد العروس وبعد الزواجات، وانت تعرف انه هذا الكلام لا يصدر من متسابق يريد المنافسة على لقب الكاريزما. لكن قبل ما ارجع لك خلنا نشوف المقطع وبعدين نناقش هذا الامر. لا مو انا اقصد انا وانت بيبطون، لكن يومهم يحاولون قبل شوية يوم يحاولون يفترون بين الشباب، لكن بيبطون. هذه ما سميها فقرة نقد، هذه الفقرة اللي بعد العروس. أنت عادة تعرف هالفترة صح؟ أعطني خشمك. السلام عليكم. مع السلامة. طيب يعني كان الاعتذار منك شخبوط أمر جيد، لكن للأسف أنت ما كملت جميلك وأسقطت على الشباب في الرادار بكلمة لا تجوز. نعتذر منهم ثاني مرة. أنت بتمشيها كلها اعتذارات وليش؟ الشيء الاعتذار ترى من ما يخالف الشجاعة. عارفين الأمر هذا، بس أنت كم مرة بتعتذر في البرنامج أنت؟ مرتين، وهي الظاهر أنها الختام، وأحيانا نتغدي
لا من زانت لي ماني بذخرها والله يا ابو سلطان. وانا برضو ترى لا زانت لي ماني بذخرها يا شخبوط. لا تذخر شيء يا ابو سلطان، ما جينا هنا وعدنا بنذخر شيء. ايه مره السابقه في الشوط تظهر بيدها واللي تحوص وتضرب الحاجز يسار شخبوط وترجع بلدها. شخبوط لبيك، اهدى اهدى على خشمي. انا ترى ما اقبل هالسوالف هذه اللي تسولف فيها. القصيد لمنك رحت هناك في الريالتي عطنا القصيد على خير. انها لطلت علي جبتها. طيب اكتملوا الشباب يا ما ادري الكاميرا شغلتنا عليهم دورهم. شخبوط لبيك، لا تتكلم لين اوجه لك السؤال انت. ابشر. اكتملنا والكامل وجه الله سبحانه. باقي فهد، هذا هو جاء. طيب فريق الاعداد ارجعوا لي يا شباب الكاميرا الان عشان تاخذوا منهم الساعات وجيبوا لي الساعات هنا في عندي في اللوكيشن. اخذوا الساعات كلها يا شباب، كل ساعات اللي مع المتسابقين. طبعا من بعد الفقره هذه انا المره هذه انا بعدي موضوع الخصم على ساعات اللي مع الشباب، لكن من بعد الفقره هذه اي ساعه اشوفها خاصه من هالنوعيه راح يتم الخصم 1000 نقطه مباشره. راح اكلم فريق الاعداد وبقول الشخص اللي مرتدي الساعه الفلانيه اخصموا عليه 1000. لكن بما انها هي التحذير الاول لهم راح نكتفي فقط بهذا الامر. طيب اعطوني عادل يا شباب، خلينا نشوف شو عندك. حبيب سلطان، اهلا وسهلا. انا في امرين الله يحفظك ودي ابينها لك وللجمهور. ايه الامر الاول، اصلا ساعتي من يوم جيت هي طافيه ما شغلتها، ولكن هي جاتكم الان شغلوها طال عمرك. بالنسبه لميزه الساعه، الساعه اصدارها قديم، الساعه تشتغل فقط اذا كان معك جوال، اما اذا ما كان معك جوال هي ساعه مثلها مثل الساعه اللي موجوده في يدي. وانا شخص ما معي جوال، اذا حضر الماء بطل التيمم يا ابو سلطان. طيب وضحت الصوره. باقي يلا سلطان. انا برضو من يوم ما خشيت للبرنامج للان جوال لي مرتبط بالساعه ابدا، ومن يوم ما خشيت البرنامج ما شغلت الساعه وطافيه، حتى لا يوجد لدي شاحن لها من يوم ما جيت لما الان. ما يخالف انا مصدقكم، ما يحتاج وتبي التبريد. وانا مستعد احلف لك على المصحف يعني عشان نتجنب هذا الموضوع. لا لا هو ما في خصم عشان تحلف، وبرضو الحلف عندي انا ممنوع، ما احد يحلف. انا اشوف الامور وبعدها احكم عليها. ابو سلطان يلا. شكرا شكرا يا ابو سلطان. ابو سلطان يلا اعطوني احمد. ابو سلطان الله لا يهينك، انا اول ما دخلت كانت الساعه بيدي. ايه وسالت فريق الاعداد وسالت الشباب اللي فتشون عن الجوالات. ايه وتاكدوا بانفسهم ان ما فيها ميزه الاتصال، وسمحوا باعطائنا الساعات والشواحن ايضا. هي. اكتشفت انا امس انه الشاحن ماخوذ من عند سريري، لو طلبوا مني اني اسلم انا الشاحن سلمته، تاكد اني يعني ما راح اخالف اي نظام بدايه من استخدام الساعه وحتى تسليم الساعه نفسها. طيب عموما هذه القضيه تم رفعها من الجمهور الكريم بعد ما شاهد الساعات هذه، وتم التواصل معي انه توجد ساعات ابل. انا عارف انه ما معكم جوالات وما راح تستخدمونها في اصدار الجوالات، ولكن الاحتياط واجب، فهذه الساعات راح تكون معي، واي ساعه راح نشوفها مثل اللقطات اللي نشوفها الان للمتسابقين وجود الساعات معهم، اي لقطه راح اشوفها مثل هاللقطات مباشره خصم 1000. وطبعا اكيد نشكر جمهورنا الكريم على هذه القضايا اللي يرفعونها، وانا اعرف انه من اجل مصلحه البرنامج وايضا العدل والمساواه بين المتسابقين، يعني انا اعرف ان شاء الله نيتكم طيبه ونحن نتعامل بافضل النيه، يعني ما راح ننظر للنيه سيئه، ولكن من اجل ان نقفل الباب نهائيا لن نقبل بمثل هذه الامور مره اخرى.